ماشي اخر موديل. شباب ماشي ماشي شباب 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 بعضهم اصاب الصواب صواب صواب شباب ماشي ماشي شباب 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 بعضهم اصاب الصواب صواب 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 شباب ماشي شباب ماشي شباب ماشي شباب ماشي ماشي شباب ماشي مشكلة شباب ماشي شباب ماشي لخبط الحساب يحضروا هذا النموذج يا شباب يا لا لا يا حساف يا خسارة يا لومة في لومة في بعض من غير مسارة يا لا لا يا لا لا يا حساف يا خسارة يا لومة في لومة في بعض من غير مسارة. والله شغله يلا قم 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 بدور شغل قم. والله شهر ونص انا جالس بلا عمل. انا شهرين جالس بالله عليك. ماشي شغل طول. والله يا اخي ماشي يا اخي بجلس على الدكه كذا يخاف حد كذا معلم يجي ان شاء الله. بنينا احنا على الخط. يلا خط ان شاء الله حد يجي. حتى صاحب دهاز تبغى نطلع معه اللي يطلع اي عمل اي شغل اي عمل بنصلح. والله يا شوف الجلوس شهرين كامله موت موت يعني. لو نشتغل اثنين بيرت واحد ماشي مش نعم حتى من 200 ريال بغى الشغل نحن 200 ريال بنحصل حد عمال يوم بالظهر انا ما بنحصل حد حسان حصل حد بس بسم الله الرحمن الحمد لله حصلنا اثنين. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالكم يا شباب؟ خير ساكم بخير؟ كلكم اللي قاعدين هنا حيا بالمقاول حياك الله. الله خليكم ان شاء الله. كلكم اللي قاعدين هنا طالبين الله طالبين الله بتشتغلون؟ نشتغل. قوموا توكلنا على الله معي شغلكم. ايش من شغل؟ يلا وعديكم سلمى اخر اسبوع وقوموا الخير. هذا الاسبوع لك زي المعان بس انا شغل شغلكم الخالق ذا صبه بنا داموك وبلك وذا معك صبه لك انا لكن لا تحوشوا بنا كم الخالق غير عمال معي يشتغلون. انت معك صبه كم الخالق ذو خضره وعاد كل عمال الصبه والبنال بلك ذا وداموك وطينكم صبه خضره ذي شفت الشغل صبه صبه ما بد خضره صبه بتكلاها. انت الحين ما تشتغلون. تقول معك صبه. طيب ما بغوا تصبوا معنى لكم محظة بتشتغلون محظة. الصبة بغت لحم بتشتغلون محظة. المحظة ايش الاكل حق المحظة الحين بتحوشوا بنا الحين انتوا. عندنا فرق موزعة كل فرق عنده طباخ اصحاب محظة يقي فاصوليا عنده فاصوليا نعم ايوه اصحاب الصبة اصحاب الصبة خضرة. وطيب وين عاد معك من عمل الحين بتصبوا لا لا صبة ولا محظة طرقة. طرقة صبة الاكل شي دياي الاول طرقة فول شوي. الحين انتوا بتشتغلون اصلا ولا بتاكلونهم؟ احنا بوينا اكل على قد العمل فقط صبه ومكري فوق ما نشتي. طيب معي لكم شغل معي لكم شغل سهل مرمر مرمر ويوبس ذا شغل بسيط. انا اجيب سادك مثلا عندي حساسيه ما بيش ولا المرمر شخذ يدات ما شو ادور لك عمال داوك دور لك عمال يعني ما بتشتغلون؟ هو يشتغل بالاكل معشي اكل ماكم حق شغل. وهذا يعلم بتشتغل من عندكم يا بالمنطقة بتشتغل معي؟ لا ابوي ما نعرفه ذا لا مخيم وصل من الغابة عدل انت حمد شو حزماتي توك عطوا 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 حق الله حق الله ايش تعشل تعشل الاولاد يقولك محود 19 اولاد الا عنده مرض في مخارج الحروب. لا لا 19 اولاد ارنب هو ذا لابو من العلم على ما ما دام 19 مهما بقينا احنا ناخذ في الشغل ما دام 19 الله يحفظك بتذبحون اليوم في العماره حقكم. الله يحفظك عشان ما تطلق يا معلم عمر معلم عمر الحين بتشتغلون قوم يا لا والله قلنا لك بتذبح اليوم في العماره حقك. طيب معي شغل لكم سهل وبرود فيه واكل فيه ولا هوش ولا ايش تعب ماشي احنا شارع ما اشتغلنا من عمل ايش من عمل بتشتغلون انا معي حتى عان واحد حتى ريال واحد معي بتشتغلون نحن طول ايه معنا شغل اسهل منه قلنا لك الاكل ما معك اكل للناس بتشغلنا احنا على الفاضي. لا 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 شغل سهل واكله سهل بتشتغلون ايش هو من عمل المحاسب حقي في المكتبه حقه باكم تروحون عنده تمسكون دبان ركب لك شبك ماكم حق مهر انتم والله انت ماك حق
ما لحق عمار فكك منه ذا انا وفين ذا صراحه ذا لا يا ولدي حق ذا الوضع متعب انت ذا ساعدونا شفنا احنا شهرة ما شانها وكقم من عندنا هنا لا 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 خلوا مرتع شهر ابوه لا يا ولدي يعني احنا ذا احتف هو كذا ماشي شغل ساعه يقول لك صانه ساعه يقول لك ما تسمع ما انتو ما تنطق ما تكلم ما تتكلم ما انت ايه ما انت شي معك شغل لنا بغيت نحن نشتغل الله كريم ابوك تعجل تعجل شاطي ولا ابوك 19 زاقه ايش من ادمي انت لعله يصطب القوم ايه ما انا اقول لك 19 ايه الحاسب هو هذا خله خله ثلاث نزوال وحده يوم لابوك بنتك عدت برتعش باليوم عدتك هذي صبر صبر بتقعد ورعش صبر نعم عساي حاسب لا يلقي الشغلات شوفوا حق ربك نعم عدك هات الرابع حق ربك لما كذب معك 24 فريقين كامل أربعة وتطلب اللي ثلاثة وتطلب واحدة بس ولا تطلب باقي إلا شو ملا خمسة من 24 ولا تو فريقين ايه اهو سبعة عيالك سبعة عيال حوية اها سبعة عيال أخوك سبعة عيال وحدي اها عمدة خمسة سبعة وسبعة 14 14 وخمسة 16 20 20 11 11 واحد بيموت بكره بيموت تستعد عادك الحين انت صح نعم لو بيموتون ثمانيه كنتوا بيوفرون والله والله طيب انا شغل الصدق شفنا احنا ضباحه ايه يني فيها والله تندخل ولا الحين سمعوا 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 ماك عيم ايه هلل هلل انا ما انا عيم ولا انا صقع صاحي بالله اقرع سلم وليش الحركات والكذب على الناس ده؟ حركات يا ريال انت تعبنا من الشغل ذا الشغل السفر ذا احسن شغل الشحات ذا يا سلام شغل نظيف تربح منه بس حرام سريع تكذب على الناس ليه حرام؟ من قال لك حرام؟ دحين هل تقطع طريق؟ لا دحين دحين على ما دخل المعلم دحين اعطاك الفته هل تسرق؟ لما المغرب على كم؟ انك انت ما تزن لا شغل يا عيال عشان انا قلت اشتغلت بنشر اشتغلت في مطعم اشتغلت معلم اشتغلت سايق باص ولا شغل ولا شغل خليته انه عبر على ظهري لكن تعب ورهاق كم بيعمر الانسان لازم الانسان يتشفق بصحته دي صحه اعطاك اياها رب العالمين لازم تتشفق وتتنعم بها صح بعدين واحد اعطانا طريقه قال اسمع ايوه الشغل السريع ذا منه مردود وربحه سريع تسرح تطلب اهم شيء انك لا تسرق ولا تقطع طريق ولا تقول حد عطنا بقوه السلاح ولا بالقوه صح في حرام كلام سليم يعني بتطلب بشفافيه في ناس تروح تزور في المحاكم تشهد زور حرام هذا حرام حرام حرام, حرام. لكن الطلبه هذه حرام والشحاته لا ما هي حرام تقطع طريق لا تسرق حق حد لا هم يعطونك برضاهم وفرحهم ما ذا شغل زين انا شفتكم مع المعلم شغل زين ما بغيتوا تشتغلون لا يمكن شفتكم كلكم كسل كل ابوكم المعلم ما بيذبح المعلم قال كل ابوكم الا تبعون شواتكم وتبعون الا الشغل في الظلال وراك ذا صب مع شو يبغى لحم صدقنا صدقنا الشغل ذا بيع عليكم تصدق يعني لقد السوق بارد ايوه لقدك ماشي 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 زباين ابدا اقل شيء في الريحه في الليله ترد لك 7000 ريال هذا خمسة وش الباقي بتشتغلون انا اشتغل يعني بالشهر 200000 بطلبون الله وانا اطلب الله هو شغل انت ما تبنا احنا كما حق المعلم شغل الحمد لله لا شمس ولا قوموا على كيف بواتكم تعلمون شغل الشحاته هذا منه مردود تمام شفت مردود منه مبالغ ليله تصدق كم دخلت ليله قلت لك فتحوا مسجد جديد دخلت 27000 27 لحم معك رصيد في البنك ولا كيف دحين ايه رصيد انت انا شوف انا معي عمار معي خمسة باصات شغلهم بالله عليك وانا معه هو ذا المكان المسجد اللي بنصلي فيه شفنا قلد 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 عيش وعيش يا ريال لكننا شفنا تصدق وزكي الحمد لله الحمد لله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الحمد لله بس هو ذا بان الشغل معه نعم هو ذا الشغل ايش رايكم؟ انا اشتغل لو احنا بس من شغل ذا علمكم الشغل أيوة. بعلمكم بعض الحركات انا طبعا حقي عيم وقدم وقلد اصوات وايده هذا طبعا بعد ما
تبلغ 7 سنوات في المهنة ايوه تصل لهذه المرحلة سبحان الله رتبة رتبة ترقيات طبعا ايوه الآن انتم بادين بس بشرط قبل اوقع عقد اتفاقنا وياكم انكم تعطونا نصبه في الداخل 50% اوه هو نص تو نص في الداخل دحين انت كنت طلبت من الخلق وعادك بس نحن الا كذا الحين الشغله حقك يا اخوي دحين كنت شلحت الخلق ونحن بس اللي احنا انا ما بستغلك لا يا بني ادم انت وتقول 50% انا بعلمك مهنه عمرك ما حد بيعطيك اياها لا ابوك ولا قريبك علمك اياها هذه 35 ما تشتغل ايش 10 يم 50% ونص 50% بعدين بعد شهر ونص تقل بعدين انا بعد فتره بجي انا بعطيكم فلوس بالله 50% بعطيكم 50 بعدين بعد ما تصلون لدرجه الرتبه الرجوله وال 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 والزندقه والشحاته خلاص ماستر ايش ماستر على كذا ابغى نمعه تمام ما نشوف اذا هو شغل من اليوم من دحين تو يقوم يروح احنا معي وانا معك موافقين على بركه الله على بركه الله استغفر الله شوف انا الان بعلمكم بعض الحركات ايوه بس تقولونها تمام تمام انت تسوي يدك دي دخلها من الداخل كده انا مكسوره ايوه كانها مكسوره وتطرحها من ورا وتمشي هذا الدلدون دلدل كذا ايوه هذا اهم شيء تنكسر تخلي الناس يعرفون انك بلاد لكن بيقولون في سنام انا سنام لا لا بعدين قول خلاص قول ما هذا تبغى ننزل يدي من صدق ولا كان لا لا عطى على روكده قول لله يا محسنين 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 حلو عليك استغفر ممتاز ما شاء الله من اول مره ما شاء الله فهمت الحصه على كذا 5 دريات وكانها ضربه في الكفر لله يا محسنين ايوه حلو شغل بسيط ده شوف بسيط ايه شفت شي تعب منه ده لا 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 احسن لك انت من الصبر علم خلبوه ولحم ولا منه انت ايوه وين رقبتك يا اخي ماشي ما عاد تطلع لا لا دافن ما عاد ابدا ابدا ما شاء الله ما شاء الله هو ده بيب فلوس شوفوا كم هذا بتعطي بالارقام دي اوه يطلعون تمام يدك هذه عكسها عكسها خلها كذا 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 لما تمشي كذا لا يا محسنين لا يا محسنين لا يا محسنين طبعا هذه حركه عمره ما حد سواها ابدا انت الان بس يعني لما تجيب الوف بتحصل لك احتراف الوف ايش الوف ايش الوف نبدا منها يلا ابدا ابدا خلينا نشوفك ان شاء الله لا يا محسنين وراء الكليش الكليش بس 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 سريع سريع الحركة احترافية احترافية 100% ولا أعملها واحد ولا أكبر شحات في العالم بالله أيوه أيوه قد تحصل لك أنت ميدالية هذه بتجذب آلاف أيوه أيوه إن شاء الله آلاف بتجذب خلاص قوموا الآن لا نمشي في مسجد اليوم لا ما هو مسجد واحد قال يوزع زكاة واحد فاعل خير جزاه الله خير أحمد جزاه الله خير أنا بنقول الله جزاه الله خير بروح لعنده ونطلب الزكاة حقنا منه ونفحط بعد المسجد الثاني تمام هكذا تشوف الرصيد كل اسبوع هذا كم تطلع حلو رهيب على كذا تفلنا حلو لما كسبته تفلنا لا لا شوفك من مجموعة الكسب السريع بتطلع خلاص تمام توكلنا على الله توكلنا على الله شباب ماشي ماشي شباب 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 بعضهم أصاب الصواب صواب صواب شباب ماشي ماشي شباب 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 بعضهم أصاب الصواب صواب 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 شباب ماشي شباب ماشي شباب ماشي شباب ماشي ماشي شباب ماشي مشكلة شباب ماشي شباب ماشي لخبط الحساب احضروا هذا النموذج يا شباب يا لا لا يا حساف يا خسارة يا لومة في لومة في بعض من غير مساره يا لا لا